نزحنا مع تحت القصف، وين كنا نروح ننزح من مجازر نطلع، نطلع من مجزرة لمجزرة، من مجزرة لمجزرة. كنا نلاقي يعني لما يصير مجزرة في المكان اللي احنا فيه نطلع، كل مكان في كان فيه مجزرة. ولد وبنتين في الشمال، نفسي أحضنهم. أنا بدي بس أحضن أولادي، بس أهم حاجة إني أحضن أولادي. نفسي أحضنهم، لما بيقولوا بدك تموت بقول نفسي أحضن، خايفة أموت قبل ما أحضن ابني وبناتي. اشتقت لهم ونفسي أحضنهم، قديش نفسي أحضنهم. والله مخنوقة، أنا مريضة نفسياً كمان، نفسيتي تعبت من البعد عنهم، نفسيتي تعبت. أنا جيت بس أروح هناك. روحي هناك، أولادي هناك. إلي أخو بناته التنتين خبطوا الخيمة تبعه، استشهدوا طبعاً، خيمته عباب رقصات الوكالة بالضبط. استشهد هو بناته ومرته، رجليها هي موجودة، وإله إبر رجله وصدره في شظايا. ودفننا يميت، دفنت اخويا في دير البلا في رفح على الحدود المصريه في مقبره، دفناه وحليت الخيام وظلت انشارت